كلها خلصناها وجاوبناها وامتحنا فيها وكمان عملنا فيها يعني تعيين، عملنا فيها أسئلة اختبارنا. the first activity, right؟ طيب يا رب نبلش. Where is unit 2؟ هذه كلها unit 7 اللي هي فيها الباسيف وفيها الرسالة، وقلنا الرسالة يعني مهم انك تعرفي عنها بس مش حفظ الرسائل يا أنطي. وهذا في عليه اختبار قلنا نمطه بيجي ما حليناهوش، قلنا خليك تحليه لحالك تاخدي فرصة، تمام؟ وهي الإجابات النموذجية للدرس. أوكي؟ Okay. I think this is for unit 8, right? Yeah. Yes, this is unit 8. هينا بلشنا في unit 8. You see? Yeah. Yeah. Okay. I shake your hand. تمام؟ تمام. تمام. ممكن تعملي ميوت فور ذا فويس؟ طيب. Unit 8 good news from the doctors. أخذنا هذه الوحدة وأخذنا إنه في أخبار جيدة من الدكتور، وفي عنا قصة مستر مسز سمر، فاكرينها؟ Do you remember Summer and أنس yes. الرمال؟ yeah. اللي إيش كان عند ابنهم؟ مشكلة، إيش كانت المشكلة؟ The heart. وكانت the mother was worried يعني feel anxiously، كانت قلقة. الدايري معناها دفتر المذكرات، تمام؟ event حدث، fill يملأ يعبئ، hold قلنا ثقب، put off يؤجل، rapid سرعة، rapidly سريعا، طبعا هذه rapidly الadverb، reason معناها cause اللي عكسها result، recover معناها يتعافى يعني become better، relieved معناها يرتاح relax، shook معناها صدمة، shocked مصدوم، suffer. سمعيني؟ yes yeah. I auntie نعم بس سامعيني؟ نعم يا مستمعين. آه نعم يا مستمعين. أوكي حنكمل. شوكت معناها مصدوم، سافر يعاني، سافرينج المعاناة أو إنه بيستمر في معاناته. هلا تعالي على أول سؤال، النمط المعتاد يا أنتي زي ما أنتي شايفة بالصورة، نمط امتحان معتاد. Complete the following sentences. بدك تكملي الجمل الآتية. Yes. حتقرأي الجمل وتشوفي الكلمات اللي أمامها بالفراغات، وتاخذي الكلمات على قد الفراغ، ممكن يزيد معاكي تنتين ثلاثة، ممكن يمتحنك. تعالوا عندهم: hold، suffer، diary، fill، recovered، reason، shift. Those are seven vocab. And here we have how many sentences do we have here? Seven. So yes. So the words are completely going to match the sentences. ما فيش أي extra words. ما فيش أي لخبطة وما فيش أي حاجة تخربطك. عندنا سبع كلمات وسبع جمل. نفكر فيهم. هعطيكي one minute. تطلعي لي على الشاشة وتكتبي الإجابات أمامك على الدفتر. علشان هلأ بس أفتح المايك أخذ منكم الإجابات سريعة. أنا أقول لك number one, number two, number three. تعالي نقرأ number one. Working hard is the first فراغ for success. Working hard. Reason. العمل بجد. Reason. هي أول Reason. إيش للنجاح. تمام؟ Reason. لحالك. اكتبي الإجابات لحالك. حنلعب اللعبة بس نخلص. بس بدي أفهمك معناهم. Number two. He was when he knows that his brother died in the accident. He was when he knows that his brother died in the accident. Accident. أخذت في الحادث. أكيد هو حيكون نفسيته كيف. Number three. We lost all the water because there was a in the bottle. هاي القنينة. هاي بوتل. وكل المية اللي فيها we lost it because there was a
حاجة موجودة الكلمة oh. هنا بالفراغ oh. تمام number four smokers فراغ from a lot of diseases عندهم smokers okay قوليهم هاي يا مام هاي my name is Sarah hi. My name is Sarah رمضان مبارك رمضان مبارك بحبكم يا ناس okay thank you thank you okay حنرجع لنمبر 4 smokers from a lot of diseases هم عرضة أو هم إيش بالضبط أو بيعانوا من حاجة أمراض كتير نمبر 5 taking medicine regularly will help you to be in a short time حدا بياخد الدواء بانتظام أكيد هو جسمه رح إيش بفترة قصيرة before sleeping every day I write the events of a day. أنا بكتب كل يوم شو بصير معي قبل ما أنام على حاجة اسمها ما بعرف شو بنسميها. You should فراغ your leisure time. وقت الفراغ with useful activities. في عنا وقت فراغ كتير لازم نعبيه لازم نمليه. كتبتوا الإجابات ولا لسه؟ كتبناهم. طيب يلا أنا بدي أكو هلا. اللي ما عندها مشتت للانتباه ما عندها صوت دوشة كتير تفتح المايك وتسيبه فاتح وحقول نمبر 1 وأسمع الإجابة نمبر أسمعها كده جماعي أوكي؟ أوكي يلا يلا افتحوا المايك It's okay to open the microphone Unmute your microphone أوكي؟ افتحي افتحي سمعيني صوتك عشان تجاوبي أنا بدي أسمعك وانت بتحكي أوكي. هاي بيان فتحت أريج فتحت لوجين شريهان لما بس خمسة اللي بدهم يجاوبوا معايا ألاء مقاط مس معلش أنا عندي شوية دوخة It's okay أنا نور الإسلام أنا متقبلة الدوشة الآن سجد دهري ممتاز تمام يلا يلا نقول نمبر 1 ونسمي بسم الله نمبر 1 reason نمبر 2 shocked نمبر 3 hall نمبر 4 suffer acceptance نمبر 5 recover نمبر 6 diary نمبر 7 Sorry, mute your microphones now. نيجي على السؤال اللي بعده. Next question. Reading. After reading the text and answering the questions below, read and answer. I first met Sama and Anas Ramal nearly a year ago when I was writing about patients at Palestinian hospital. They, هم, فكرك refers to عود على مين؟ Summer and Summer and Anas. And Anas. Summer. هم, they had just become the proud parents of twins, Dima and Waleed. بكمل كلام وبعدين بقول لك it is summer. My phone rings. تليفوني رن. It is summer. أنا هلا هنا بالسطر. 9, 10. She tells me that someone else's operation has been put off. قالت لها أنا سمر معاكي سمر وخبرتني هي إنه في عملية حدا تأجلت وإجت عملية ابنها مين هي مين شي شو اسمها سمر 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 الرمال اللي مشكلة ابنها تمام هلا القطعة هذه موجودة بالكتاب. بتحبوا أكمل قراءة ولا أجي على الأسئلة؟ على الأسئلة. السؤال الأول. بدي تكتب في بوكس الدردشة الآن. What health problems did Waleed start having recently? وليد ابنها لسمر كان عنده health problems. شو اسمها هاي المشكلة؟ بليها بقسم الدردشة يلا. A hole in the heart. Excellent, Bayan. حنكتب لحال. Hole لحال. In لحال.
هار لحال زي كده a hole in the heart. Okay, excellent. ممتازين. Yes. تمام. تمام. A hole in the heart. A hole in the heart. Excellent. نور الإسلام. Excellent. سجا. Excellent. نادين. شريهان أبو وردة. Excellent. أريج النجار. ألاء إمقاط. شادي الهلول. ممتازين. ريهام. ريهام كمليلي إياها يا أنطي. إيمان أبو وردة. ممتازة. Excellent. All of you. تمام. نيجي على السؤال الثاني. Thank you very much for answering the question. Why did it become possible for the doctors to operate today? ليش? It became possible. من الممكن إنه the doctors to operate today. بقدر يعملوا عملية ثقب في القلب هذه هالأيام. ليش? لأنه شو هو اللي تطور? Technology. أيوة. Technology developed. And science develop. حنكتب الإجابة كأننا بنجاوب في امتحان بنقول because the medicine is being developed. لأنه الطب عم يتطور. ممكن أقول because of إجابة ثانية. حدا يجاوب إجابة ثانية. Technology. Because of modern technology. بصير ولا بصير إيش؟ بصير. أما وهاي كتبنا إجابة ثانية. يعني ما بقدر يا أنطي أحط لك على تفكيرك. ما دام تفكيرك في حدود المضبوط أكيد رح أحط لك someone else operation has been off. ممتازة. ممتازة. لأنه في حدا عمليته اتأجلت وصار من الممكن يعملوها اليوم. صح. انت يا لجين بتجاوبي. ممتازة. لجين بتجاوب وإيمان أبو وردة بتجاوب الإجابة الأكثر دقة. ليش؟ ليه اليوم بالذات هي إجابتك صح يا نادين؟ إجابتك صح وأكثر دقة. ليش؟ إنه اليوم بالذات الأطباء قادرين يعملوا عملية وليد لأنه في حدا عمليته تأجلة. Good. Number three. Why was it so important for the operation to happen and not next month? ليش من المهم نعمل العملية اليوم أهم أفضل من الشهر الجاي؟ ليش؟ ليش؟ عملية الولد إيش مالها؟ وضعه كيف؟ وضعه الصحي كان؟ كلمة واحدة قولي لي. وصفي لي وضعه الصحي. Today's operation saves life. Excellent. طب ليش أنقذت حياته؟ ممتازين. ليش أنقذت حياته؟ لأنه his case was dangerous. حالته كانت خطيرة. لذلك يعني أنقذت حياته عملية اليوم. تمام. تمام تمام تمام. تعالوا نشوف السؤال الثاني. يلا يا أبطال كتب لكم هنا أكمل الملاحظات التالية من النص يا أبطال. The problem وليد has إيش؟ المشكلة وليد كانت عنده. سمعوني الصوت. Excellent. A hole in the heart. ممتاز. هذا السؤال عملت لكم إياه. The operation وليد needs العملية heart operation. Heart operation. Heart operation. عملية قلب. اللي بنسميها عملية قلب مفتوح. The help جنان can offer. جنان شو تقدر تساعد؟ Look after ديما. بالضبط. تمام. استخرجي من القطعة. Find out or get from the passage. The meaning of worried. موجودة ببوكس الكلمات أصلا. And exactly. Excellent. Relax. Relieved. Excellent. Relieved. طيب. Old. عكسها. هلأ بدنا العكس. Modern. Modern.
طيب أمس quickly slowly. طيب نيجي على السؤال اللي بعده، بدي ذي اللي على مين تعود؟ أكيد قلنا أنا سمر أنا سمر أنا سمر أنا سمر سمر شي على سمر. ممتازين. You are special. Okay. في نهاية هذه البطاقة أنتوا راح تكونوا شطورين وأمامير وبتعرفوا تستخدموا كلمة say, says, tell, tells, wonder, asks. طبعاً إحنا تعلمنا say, says, say لأي, you, they, لكن غالباً بيجي بيحاول لك بس يا ماما بيجي بيستخدم بيسألك بقول لك فلان قال وفلان إما بيكون هي أو شي غالباً عشان كده بنستخدم says. طبعاً نفس المعنى tell and tells ولا شي بيختلف. wonder يتساءل هي نفسها asks. اتفقنا. الضمائر يتم تحويلها كالتالي. أنا بدي أقول لك شغلة ما فيش حاجة اسمها الضمائر يتم تحويلها كالتالي. الضمائر دائما حسب سياق الجملة. تمام؟ سامعيني يا عمتي؟ تمام. بالنسبة هنا بقول لك بنحذف وانتم فاكرين الدرس اللي أنا شرحت لكم إياه؟ yes. فاكرينه؟ تمام. نيجي على الأسئلة. هناخد بس سؤالين وبعدين يعني I don't want to wear the raincoat outside, the little girl says. I don't want to wear the raincoat outside. يعني أنا ما بدي ألبس raincoat outside. البنت الصغيرة قالت. بدي أقول She says, or the little girl says, بدل I, she, وبدل don't, doesn't, وبكمل, doesn't. وبس. تمام. حكتب لكم الآن في مربع الدردشة الإجابة. انتبهي معايا. فاتحة مايك الآن تطفي لأنه في صوت دوشة. The little girl says she doesn't want بس يا ماما to wear the rain coat outside. فقط هاي هي الإجابة. اتفقنا؟ اتفقنا. شفتوا الإجابة يا أنت كتبتوها؟ كتبتوها؟ تمام. Yes, yes. تمام. هلا low battery in my laptop. لهنا بكفي شرح أبتاز. خلينا أقولكم يعطيكم ألف عافية لهنا، بس استنوني 2 minutes راح أحكي معاكم بخصوص لقاء يوم الخميس. باقي الأسئلة راح نكملها إن شاء الله tomorrow الساعة 1 موعدنا بكرة، ولا نيجي على 4 زي